رح قلك ياها للمرة الأخيرة، انهي قصتك مع كيلان بقى ونسيه، بعدي عنه وإلا رح توعي حالك بمصيبة. مجبورة ترد علي كينان، ما رح تهرب مني. لا تؤاخذوني. ألو نعم. فورال والبقية جنبك؟ ايه هنن جنبي. لا تبين لهم شي رجاء، ممكن نحكي؟ طيب ماشي عم بسمعك، يلا قولي. ما بصير على الموبايل، ممكن نلتقي بشي مكان؟ طيب طيب ماشي، حشوف وبخبرك عن مكان نلتقي فيه. ماشي ماشي. لا تؤاخذيني حبيبتي، طلعت لي شغلة مستعجلة، بروح بحلها وبلحقكم. ماشي. شو صار؟ صاحبك طلبك؟ طلبني الشخص اللي أنا مديون له بكتير، بتحبه. حبيبي لا تتأخر. ماشي ماشي حياتي، لا تقلقي ما بتأخر، وانت انتبهي على حالك. تأخرت عليك؟ لا اصلا انا هلا اجيت. فينا نقعد؟ طبعا. ليش طلبتي تشوفيني؟ كينان، اللي عشناه ليلة امبارح ما كان شي طبيعي بالنسبة إلي. طبعا تسجيلات الكاميرا سجلت كل شيء. تسجيلات الكاميرا؟ ايه، في كاميرات بكل مكان بالبيت، وسجلتنا نحن كمان، كان لازم نعرف هالشي. شو انتي خايفة؟ خايفة انه يعرف ورا؟ خايفة انك تخسري زواجك؟ كينان لو سمحت لا تقول هيك، الموضوع مو هيك. فورال ما رح يترك القصة تمرق بسهولة، نحنا لازم نوصل لتسجيلات الكاميرا قبل ما حدا يوصل له. بشو عم تفكري؟ كيف بدنا نوصل للتسجيلات؟ ما بعرف، بس لازم نوصل لتسجيلات بسرعة مشاننا ومشان أرماك. لازم نلاقي طريقة ونحل هالموضوع. كينان، أنا للصبح مفكر بالشي اللي عشناه مبارح، ما راح من بالي ولا لحظة. ولا أنا. شو بدك تقولي؟ احكي اللي بدك اياه، عم بسمعك. في شي ما عم تتشجعي عليه؟ ها؟ او انك بدك تعترفي لي بشي؟ يلا قولي، عم بسمع. كينان انا. انت شو؟ احكي هزال، يلا احكي كل يلي بقلبك. شو بدك تقولي؟ انك لساتك بتحبيني؟ ولا انك بتكرهيني؟ ها؟
ولا بدك تقليلي ليش ما قدرتي تشلحي اللؤلؤة السودا كل هالوقت؟ ولا بدك تحكي عن الليلة اللي بالكوخ؟ عن شو بدك تحكي منه؟ احكي، عم بسمعك. هازال يلا ناطرك، احكي، قولي اللي حابة تحكيه. يلا عم بسمعك، قولي كل شي بقلبك. ما اجيت لأحكي عن حبي ولا اجيت لأحكي عن كرهي. ما في جواتي ولا أصغر شعور اتجاهك. اجيت لأقول هالشي. شوف إنه نعيش تحت سقف واحد هالشي صعب علينا اتنيناتنا، وإنه نضل قريبين لهالدرجة، ويا ريت كل شي وقف محل ما انتهى ولا كأنه صار. اللي عشناه مبارح كان لحظة ضعف منا وما إله أي معنى، صدقني، وما لازم يكون أصلاً. ما بقى شي جواتي اتجاهك. الحب اللي كان جواتي مات وانتهى. تأكدت من هالشي ليلة مبارح. لهيك خلينا ننسى اللي صار. نحنا، أنا وإنت، بعد هلأ إنت حبيب أرماك اللي قريباً رح تتزوجها، وأنا مرت فورالي اللي بيحبني. فينا نكون مبسوطين كتير هيك، وهذا آخر لقاء لنا وآخر مرة منحكي مع بعض. كينان، الله يسعدك. عفوا، بعتذر، لا تواخذني. مو مشكلة. انتبهي على حالك يا هزار، قوي حالك. نحن انتهينا، كينان ما عاد موجود، انتهينا. اصحي على حالك. اصحى كينان، اصحى كينان، اصحى كينان، اصحى. وقعت مرة، لا تعيدها مرة تانية. ما رح توقع مرة تانية كينان. أيوة هزال، وينك؟ شوفي، بعرف إنه ما بدك كان جاري ضل حواليكي، بتفهمك كتير منيح، بس قولي لي وينك أنت هلا؟ أنا هون، ما رحت لأي مكان، بس كنت حابة ضل لحالي شوي. رح روح المطعم لعند أمي. ماشي، ما
ماشي حياتي، كان بدي اطمن عليكي. صح اجت ارماك على البيت، امتى رح تجي انت؟ عندي كم شغله، برجع المسا بشوفك. طيب شوفك المسا معناتها. مع السلامه. حاليا ما قدرت اوصل لشيء بخصوص الست نازي يا ست هازال. استخدمت كل علاقاتي وعملت تحري. بخريف 2014 راحت على المغفر، قدمت شكوى انها تعرضت للعنف من فورال ديمير اوغلو. المحضر موجود؟ اخذوا افادتها بالمغفر، بس هذا الملف اختفى. على الاغلب ما تسجلت الافاده. مع العلم العيال يلي بتتعرض للعنف دائما بتتسجل افاداتها. اكيد رح نوصل لها. قد ما كلفني هالموضوع رح نعرف شو اللي صار لناز وين هي. بتمنى، رح أبذل كل جهدي. أمي كيفك؟ شو عم تبكي؟ لا بنتي، تأثرت شوي من بيع بلح البحر بشوارع الدير لمطعم على الساحل بقلب البلد، ومع بنتي كمان تقبري قلبي. بلا هالكلام هلأ، شوفي شو اشتريت. فرجيني. شفته على الواجهة وعجبني كتير. حلو. رح يطلع كتير حلو مو هيك؟ حلو بنتي، عن جد كتير حلو. انتي بلشتي بصف الطاولات؟ امي ليش ما بتردي علي؟ قلتلك انطريني مشان نشتغل مع بعض. ما بعرف بنتي، لما شفتك تأخرتي قلت بشتغل كم شغلة ورتبت كم طاولة، قلت بشوف كيف بيطلعوا. انتي ليش تأخرتي؟ ما في شي، كان عندي شوية شغل. يلا يلا، عنا شغل كتير لازم نفتح خلال يومين. ليش مستعجلة بنتي؟ ماني مستعجلة أمي، بس ما ضل عندي صبر كتير، بدي نخلص بسرعة. وين بدي علق هاد أمي؟ ما بعرف بنتي، أنا ما بفهم بهالأمور كتير. وأنا ما بفهم فيهم، كيف بدي علقه؟ بدنا عامل كهربا. إيه أحسن هيك، أصلاً القاطع دائماً عم ينزل بلا ما يصير حريق لا سمح الله. يعطيكم العافية. من وين طلع لنا هاد هلأ؟ ما حكيتي مع فورال؟ شو في كنجار؟ ما كان بدي ازعجكم ست هازل، اجيت لشوف اذا كنتم محتاجين اي شيء. يمكن محتاجين؟ لا مو محتاجين لشيء، روح خليك بشغلك. هذا شغلي عن جد. انا بفهم بالكهرباء، بعدين يلي ما بيعرف فيها بتكون خطرة عليه. ومثل ما سمعت عم تقولي القاطع معطل، انا رح اعلق هاد وبعدها بشوف القاطع. بعد إذنك ست هازل. صحيح في شي كم ماشي أو ألم فاحص؟ وبدي لزق كهربا كمان. في كم غرض بالمطبخ؟ رح جيبهم.
طلعت بتشتغل شغل تاني غير الحراسة، فاجأتني والله. طبعا لأني بشتغل عند السيد فورال، فكرتيني خريج مدرسة ابتدائية. أنا تركت الهندسة الإلكترونية من السنة الثالثة، اضطريت أتركها مشان أصرف على البيت لأنه أبي توفى، مشان أصرف على أخواتي اضطريت أشتغل. كنت أشتغل بالكهرباء بإنشاءات عائلة دمير أغلو، بعدين تعرفت على السيد فورال، وبتعرف الباقي. ما بعرف الباقي، مجهول. عن جد فاجأتني، بس طبعاً زعلت على وضعك. لقيت هدول بصيروا يسلموا، هنيك في سلم رح جيبه وأجي. معك حق يا خانم، في مشكلة بالقاطع، كان ممكن يصير حريق بالمطعم، لازم نغيره. هون في محل ببيع أدوات كهرباء، رح روح جيب العدة وإجي. يسلموا إيديك، من وين طلعت لك هالشغلة؟ استغفر الله، شو هالحكي هاد؟ ولو عم بعمل واجبي. يلا راجع. هازال تقريباً رح خلص هدول يلي بين إيدي، لسه عنا شغل كتير وترتيب للرفوف. طيب أنا رح كمل هدول وإنت ضبي المطبخ. ماشي بنتي. يعطيك العافية، هازال دمير أغلو؟ تفضل. أنا في هذا الطرد لحضرتك. طرد شو؟ ظرف مبعوث لحضرتك ست هازال. ومن مين هالظرف؟ المرسل مو كاتب معلومات لأنه إرسال خاص، ما فيني شوف الاسم، ممكن توقعي لي هون؟ يعطيك العافية. الله معك. طلبتي مني دليل، بتلاقيه. إذا عن جد كان بدك تعرفي شو صار مع ناز، كوني بكرة بباكير سيبا الساعة 3. جالة. جالا، ما صار شي من يلي حلمت فيه، كأنه فورال مو نفسه فورال. الحب يلي كان يحبني تحول هلأ العداوة. بدي يخلص هذا الكابوس، لو سمحتي ساعديني. أنا خايفة كتير يا جالا، ساعديني. ما فيني أوصل لأخي، بترجاكي أنت وصلي له وخدوني من هون. ما عاد أقدر أكتب لك بعد هلأ، فورال عرف. ما بدي يصير عليك شي مصيبة من وراي. حياتي، جهزتي؟ جهزت. شو هاد؟ الطوق اللي عطيتني اياه بالعرس، كنت عم فكر البسه اليوم على العشاء. بيلبق لك كتير.
فيك تساعدني؟ قلت لك رح يلبالك أكثر من اللؤلؤة السوداء. معك حق. يلا بلا ما نتأخر. عن جد ما عم أفهم كيف يعني شركة الأمن ما عم توضح خطأ مثل هاد؟ معقول يتعطل الجهاز بأكثر وقت ما لازم يتعطل فيه؟ ما بعرف، راسي ما عجمع شي. عم يقولوا لازم نستنى 10 أيام. شو هالحكي؟ مساء الخير. تأخرنا عليكم، لا تواخذونا. أهلا وسهلا سيد كنان. أهلين فيكي سنان. أنا رح أحكي مع شركة الأمن بكرة، ما فينا نستنى 10 أيام، هذا وقت كتير طويل. أول عن آخر رح نعرف مين اللي سوا هيك. معك حق، لازم نعرف اللي عمل هيك بسرعة. إن شاء الله نعرف الفاعل بأسرع وقت. كل ما فكرت إنه لساته عم بيحوم حوالينا بتوتر كتير. سيد سنان، أنا ما بفهم كتير بأمور التكنولوجيا. إذا انحذفت المشاهد، يعني كل التسجيلات انحذفت، بس إذا رجعتوهن رح ترجع كل التسجيلات، مو هيك؟ يعني يلي بالحديقة والمطبخ. طبعا كل يلي تسجل هداك اليوم رح يظهر. أرماك مبينة أحسن. الحمد لله أخي، صرت أحسن بكتير. رح تصير أحسن من هيك كمان. قال الدكتور رح يفصل الجهاز بعد شي يومين، بكفي إنه تاخد أكسجين مرتين باليوم. شو هالخبر الحلو هاد؟ فرحت لك كتير أرماك. أرماك، خاتمك كتير حلو. كنان هدانية. أي تفانا سوا أنا وأرماك، نحن رح نخطب بأسرع وقت. كتير حلو هالخبر، ألف مبروك. شو في إبرو؟ مبين انك ما فرحتي لهالخبر، ليش تغير لونك؟ انا اكثر حدا بده سعادة كنان بهالدنيا هي هو بمثابة اخي. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا، الف مبروك. فرحت لكم اتنيناتكم. الف مبروك، منيح ما رحتوا للعرس فورا. حلو هيك بتمشوا المراسم خطوة خطوة. حياتي لو سمحت. حبيبتي شبك، شو حكيت؟ عم قول رأيي وبس. بس هيك مو عم تستعجلوا شوي أرماك؟ لازم تتعافي بالأول. أنا يلي بدي هيك أخي، قلت منخطب هلأ وبس اتعافى منكتب الكتاب ومنعمل العرس. وأنا رأيي هيك، كتير منيح يلي عملتوه، ما في داعي تطولوا. معناتها لكن خلينا نحتفل بهاليومين المهمين، شو رأيكم؟ شو اليوم المهم التاني؟ هزال؟ افتتاح مطعمنا، نعمل خطوبتكم بمطعمنا، وأنا رح نظم كل شي. اعتبروها عم ساهم بسعادتكم. ايه طبعاً،
بالآخر أنت منشأ سعادتنا. إيه أكيد، نحن تعرفنا بفضلك. برأيي ليش لا؟ فكرة حلوة، شو رأيك حبيبتي؟ أنا ما بتفرق عندي. معناتها تعالوا بكرة لنشوف شو رح نعمل ومننظم كل شي، متأكدة رح يكون كل شي حلو. منروح مو هيك حبي؟ وغير هيك كمان كان في فكرة ببالي منحكي فيها هنيك. موافق. أهلين فيك بعائلتنا يا صياد السمك. أهلين فيك. بس بهالفترة القصيرة ما رح نقدر ننظم حفلة كبيرة، لهيك رح نخليها على الخفيف، أهلية محلية العيلة وبس، شو رأيكم؟ على القليلة بعزم رفقاتي المقربين، عيب إني ما أعزمهم. طبعا حياتي، رح أعزم الدكتور كمان مشان تضل عينه عليكي. ايه منعزمه. أهلا وسهلا. أهلين فيكي، خليتك تجي بهالسرعة هاي لا تواخذيني. مو مشكلة، بس أنا عندي موعد الساعة 3، بتعرفي رح يجي كنان وأرماك اليوم مشان تجهيزات الخطبة بالمطعم. بعرف ما رح أخلك كتير، أصلا لو مو شي مهم ما كنت قلتلك تعي صراحة. وأنا كمان استغربت، شو الشي المهم اللي ما قدرت تحكيه بالبيت؟ رح أحكي لك. شو تشربي؟ قهوة؟ ممكن. مرحبا. أهلين. فنجانين قهوة بعد إذنك، واحدة بلا لاكتوز وحليب. حاضر خانوم. شكرا. أي يلي بلا حليب؟ اللي على اليمين. شكرا. بلا حليب مو هيك؟ ايه دفنا، انا هلا عم اسمعك، قلت لك مستعجله. ناديت لك لهون مشان ابرو. شبه ابرو؟ بتعرفي هازال، نيناتنا منعرف انه ابرو هي اللي فاتت على غرفه ارماك وسحبت الفيش. كيف؟ انت كيف استنتجتي هذا الشيء؟ عندك دليل؟ في داعي للدليل هازال؟ لا تقولي لي انك مو ملاحظه نظرات ابرو لكينان، مبين بتحبه كتير، ولما سمعت بموضوع الخطبه تغير لونه. شو هالحكي دفنا؟ قلتي لي اجي لهون مشان تحكي هالحكي المجنون؟ انت بتعرفي اني ما عم احكي عن شيء مجنون. اذا شغلتي عقلك شوي رح تقولي معي حق. السيد فورال بده يستقبل ضيوف مهمين على اليخت، هو قال لي انه بده حدا لحتى يشتغل هنيك، وقلت له انه هزال بتاخد هالشغل لحتى ما يجيب حدا. قال رح يعطوك 3,000 ليرة، هدول المصاري رح يجوكم بوقتهم. نحن لازم نلاقي شي حل بهيك ظرف، ما فيك تفكري بحالك وبس، لازم تساوي الشي اللي رح يكون احسن للكل. رح تتجوزي فورال. حاولت تتخلص من ارماك لانها بتحب كنان، بعدين مين غيره بالبيت له مصلحة بقتل أرماك؟ عنده دفتر يوميات مخبيته عن الكل وما بتبعده عنا أبداً، بظن إنه كاتبة كل شي بهالدفتر. هذا؟ أنت منيحة؟ لا ماني منيحة، لا تواخذيني، بدي روح على الحمام دفنا. خليني ساعدك، مبين عليكي مو منيحة. هزال؟ هزال انت منيحه حبيبتي؟ هزال ماني منيحه، صار نزيف. خلينا نروح على الدكتور. يلا
يلا حبيبتي خلينا نروح. شو صاير مع دكتور؟ ما في شي بيخوف ست هزال، هي حالة عادية بتصير كتير. أحياناً الجسم ما بيتكيف فوراً مع التغيرات الهرمونية وبيعمل ردة فعل. إذا كنت عشت شي توتر أو حزن بآخر فترة بيكون هاد هو السبب، بس ما بظن رح يتكرر هالشي. بس رغم هيك أنا رح أكتب لك على دواء يقطع النزيف هلأ. شكراً إلك دكتور. دفنا شكراً إلك كمان، خوفتيني كتير هزال. منيح اللي كنتي معي، منيح كنا قريبين من هون. دكتور سليم شكراً، هو بيكون دكتوري من كذا سنة. شكراً مرة تانية، لازم روح هلأ، أتأخرت كتير. طيب ما فيكي تأجلي الموعد هزال؟ لازم تروحي على البيت وترتاحي. لا ما في داعي دفنا، خليني روح. طيب لكن روحي أنتي وأنا باخد لك الدواء وبشوفك المساء. ماشي شكراً، يعطيك العافية. شكراً، معافاي إن شاء الله. شو بتقول سليم؟ ما عملت أي علاقة مع أي حدا لهلأ. شكراً سليم. دفنا، قبلت أعمل هالفحص هاد لمرة واحدة لأني مدين إلك وما عارضتك أبداً بهالشي، بس لا تطلب مني هيك شي أبداً مرة تانية. أنت من زمان قدمتي لي معروف كتير كبير وأنا هلأ رديته وهيك تعادلنا. وهلأ قولي لي بقى يا دفنا، أنت كيف قدرت تجيبيها لهون؟ ما بيضر بشي مو هيك دويغو؟ ما بيضر، أنت بس حطي قطرة واحدة بالشاي أو بالقهوة رح يصير معها تشنج شديد ونزيف خفيف خلال 10 دقايق وبعدها بتجيها فوراً. بس الدفنة إذا عرف الدكتور سليم بخسر شغلي هون بقى. رجاءً لا تخافي حبيبتي، بيناتنا. وانت لا تسأل أسئلة كتير سيد سليم، أنا حليتها بمعرفتي وسكر على الموضوع هون بالإذن. هون؟ ايه اختي، هذا العنوان يلي حددتي لي اياه على البرنامج. طيب يسلموا ايديك. هذا بما انك اجيتي لهون معناتها صرتي توثقي فيني. القصة انك تثقي فيني مو انا اثق فيكي. فورال زوجي، بلكي ما تعاونت معك وحكيت لفورال كل شيء. لو رح تساوي هالشي لكانوا رجال فورال هلأ هون. بعرف انك حابة تسألي عن اللي صار مع ناز، نحن بنفس الطرف. مين انت وشو هو هدفك؟ اسمي جالة، انا صحفية، ناز رفيقتي من ايام الجامعة، نحن كنا رفقات قبل ما تختفي وتروح فجأة. شو قصدك تقولي؟ احكي بوضوح. بعرف فورال منيح من أول ما بلشت علاقته بناز، كانوا بالبداية كتير مبسوطين، تزوجوا من بعض مع أنه أخوه عزيز معارض، وبعدين فورال تحول لرجال تاني، كان عم يغار على ناز وكأنه مريض نفسي، وبعدين عشقه الكبير تحول لجنون، ولما ناز قالت له أنه بدها تنفصل عنه صار يتهجم عليها. في مرة رحت مع ناز على المخفر وقدمنا شكوى على فورال، بس بعدين فجأة تبخرت الشكوى. لما عرفت هالشي وقفت بوش فورال،
هو بوقتها هددني، خلى رجاله يراقبوني ويلحقوني. بعدين الجريدة اللي أنا بشتغل فيها نقلوني على لشبونة. عرفت إنه فورال أجبرهم على هالشي، بس انجبرت إني روح. ليش؟ كان فيكي تبقي أو فيكي تستقيلي. مفكرة إنه أنا ما جربت؟ أنتي لسه ما بتعرفي لزوجك، هو خلى اسطنبول سجن لإلي، ما ضل قدامي غير حل إني روح على لشبونة. وناز قالت لي روحي، وهي كانت كتير خايفة إنه فورال يأذيني كمان. أساساً قريتي يلي بالرسالة، قالت لي هي رح تكون الأخيرة. رفيقتي حمتني بس أنا ما قدرت أحميها. لما رجعت من لشبونة كانت ناز مختفية، لا اسمها ولا عنوانها ولا أي شيء. ليش ما خبرتي أخوها لناز باللي صار؟ روحتي لعند عزيز توبراك كانت مثل الانتحار. فورال خلى رجاله يراقبوا كل اللي بيحاول يقرب من عزيز، بالنهاية نصب له فخ وحطه بالحبس. اسمعي، أنا واثقة ومتأكدة إنه فورال ساوى شي لناز. ناز مستحيل تتركني وتترك أخوها وولاد أخوها بهاي الطريقة. ناز ما هربت، أنا بظن إنه فورال قتلها. لهالسبب محتاجة مساعدتك مشان نوصل للحقيقة. بعرف إنك عم تتحري عن اختفاء ناز، أنا صار لي فترة عم راقبك. بعرف إنك رحتي لعند المحامي، وعرفت ليش أنتي رحتي لعنده. نحن عنا نفس الهدف يا هازال، إذا نحن تعاوننا مع بعض منقدر نكشف عمايل فورال. أنتي مجبورة تصدقيني، نحن لازم نصدق بعضنا يا هازال. ما قدامنا خيار تاني غير إنه نتعاون مع بعض. أنا ما بعرف وين ناز وإذا هي عايشة أو لا، والأهم من كل هاد أنا كتير خايفة إنه مصيرك يكون مثل مصيرها. يعني رح يساووا حفلة الخطبة هون؟ لك انتي شو عم بتساوي؟ ليش عم بتعذبي حالك لهالدرجة؟ لازم الكل يتعودوا يا أمي، وأنا لازم اتعود. بنتي قد ما احترقت روحي تحترق ما عاد تفرق معي، لأني تعبت وبدي أخلص من هالوضع. آه يا بنتي، والله ما بعرف شو بدي قلك هلأ. بترجاكي لا تقولي شي. ماشي، بس أنا ما بطلع من المطبخ ولو ثانية وحدة، ما بدي شوف عيلة ديمير أوغلو. ماشي مثل ما بدك. أهلين وسهلين. المكان صار كتير حلو هازال. محل بسيط طبعا، ما بيشبه الأماكن اللي بتسووا فيها حفلاتكم. بالعكس بيناسب الفكرة يلي براسي. أنا بدي مكان بسيط ما يكون فخم وحس فيه بالدفى. فرحتيني. طب يلا قعدوا، أنا رح جيب الأغراض من السيارة. الحمد لله بنتي، باينتك منيحة. الحمد لله. بصراحة كل الفضل لكنان، ما عم يتركني بنوب، بيضل عم يهتم فيني، بيطعميني وبيغزيني. إيه؟ وطبعاً حبه أهم شيء. أنت شو جايب ابني؟ نحن جبنا مناديل مكتوب عليها أسماءنا. معناتها خلينا ناخدن على المطبخ. تعال ورجيك وين. عن جد كتير عجبني هالمكان. وين بدك حطوه؟ أعطيني.
أنا تحريت عن شركة الأمن، هي كبيرة ومحمية. طيب شو رح نعمل؟ كيف رح ناخد التسجيلات؟ ما بعرف، لازم استشير الخال عزيز. ما بصير كنان بلا ما يشوف التسجيلات، هو عدو فرار، بلكي استخدمهم ضده. ما بثق فيه. ما بتثقي فيه؟ بس هو رجال قبضاي أكتر من ما بتظن. قلت لك ما بصير، أنا ما بدي أي حدا غيرنا يشوف تسجيلات الكاميرا، لازم نساويها لحالنا. شو بعمل؟ بفوت على شركة الأمن بسر وبسرق الهارد؟ طبعا لا، المفروض أنه نلاقي طريقة ونمسح التسجيلات ومن دون مساعدة أي حدا. تمام، معناتها ما رح أقول شي لخالي عزيز. ما عنا وقت، سمعت فورال هو عم يلاحق الموضوع. خلاص فهمت عليكي، رح فكر ولاقي شي طريقة، لا تسرعيني. كنان، كنان، شوفي الزينة يلي رح نستخدمها، أسماءنا مكتوبة على هدول. واتصلوا من محل الحلويات، بدنا نروح لعندن. تمام، منروح لعندن. معناتها خبروني شو بدكم مشان بلش بالتحضيرات بسرعة. ماشي، رح خبرك فورا. بالأول طاولتنا رح تكون هون، وطبعا رح يكون في زينة فوقها ليكون المكان حلو. وبعدين بدي برأيي لو هون منعلق شاشة عرض مثلا نعرض صورنا عليها، وهون بوفيه مفتوح. طيب وفوق بدك شي خاص؟ ايه شموع، انا كتير بحب الشموع. تمام. يا سلام، كتير بحب الشموع. وشوفي هدول احرف اسمائنا، انا وكنان. وهدول بتحطوا ورود على كل الطاولات يلي هون، بوزعهم على الطاولات. بالضبط. وهدول فوق كل الكراسي، بس كل كرسي لون مختلف. أرماك، أنت منيحة؟ ها؟ منيحة، على الأغلب تحمست زيادة. طيب يلا خلينا نروح، أرماك لازم ترتاح. بس الحلويات؟ لا تقلقي، خلص منهتم فيهم بعدين. طيب، بتشكركن على كل شي. لا حبيبتي لا تاكليهم، أنا بجهز كل شي. يلا. بنتي حركي الشوربة مشان ما تلزق. عمتي أنا حطيت الصينية بالفرن، يا ريت تنتبهي عليها منيح مشان ما تحترق. ما رح نلحق، والله ما رح نلحق، نحن فشلنا وتبهدلنا من أول يوم. بس ملاك. مرحبا هزال خانوم. شو بدك؟ فورال بيك بعتنا، رح نساعدكم مشان التحضيرات لحفلة الخطبة. ما في داعي، ما بدنا مساعدة منكم. شلون ما في داعي بقى؟ هلأ كنتي عم بتقولي كيف رح نلحق؟ خليهم يضلوا ويساعدونا، وخاصة المسا نحن كتير بحاجتهم. ما في داعي، نلحق لحالنا، ما بدي شي من عائلة ديمير أوغلو. أمي معها حق، المفروض يكون كل شي ممتاز وحلو هالليلة، وهي الليلة كتير مهمة بالنسبة إلي، ما بدي أصغر بعيون حدا ولا أتبهدل. خلي الرجال يساعدونا. أوف هزال أوف، صرعتي لي راسي. خلص ساوي اللي بدكن إياه، ما دخلني.
تفضل معي رح ورجيك شو لازم تساوي. حبيبتي أرماك طالعة كتير حلوة. شكراً إلك كتير. حضرة العريس، أنت أخذت أحلى بنت عنا، فاهتم فيها لأنه أرماك كتير مهمة بالنسبة لنا. وأرماك كتير مهمة بالنسبة إلي كمان، لا تقلقوا عليها. بتمنى لكم السعادة. بتشكرك كتير حبيبتي. إجا الدكتور، ترك كل المسؤوليات اللي عنده وإجا لهون، شفتي؟ أهلين دكتور، شكراً لأنك لبيت دعوتنا. العفو، واجبي إني كون جنبك بهذا اليوم. إن شاء الله ألف مبروك أرماك. شكراً إلك. شرفتنا دكتور. شكراً، موفقين. شكراً كتير لك. العفو. أنا كتير حبيت هذا المكان. بحياتي ما شفت هيك سخافة. معقولة خطبة أرماك تنعمل بهيك مطعم عادي؟ خلص انسي دفنا، أساساً كل هالخطبة سخافة من البداية. هزال، وين أمك؟ أنا ماني شايفتها إن إجت معك. ما رح تجي، شي طبيعي إنه ما تكون بيناتنا بعد كل اللي صار. عن إذنكم لازم أهتم بالضيوف، أنا صاحبة المكان. هلأ هزال حبيبتي لا تفهميني غلط، أكيد ما رح تشتغلي بخدمة الضيوف، مو هيك؟ فيكي تهتمي فيه بصفتك واحدة من العيلة. إيه؟ ممكن؟ رجاء. مع حق، إيه؟ خلي الموظفين يهتموا بهذا الموضوع لو سمحتي. إني أخدم زبايني بمطعمي مو إهانة إلي، بالعكس بيشرفني. بس لأنه ضيوفكم رح يفكروا مثلكم، لا تقلقوا ما رح أفضحكم. لو إنه تخلص الخطبة بأسرع وقت بقى. فورال، أنت شو وعدتني؟ لو سمحت، عم تشوف أختك أرماك كتير مبسوطة. أساساً مشانها عم بتحمله لصياد الزفت. أمي، خليل جاب الرسالة؟ لا، هالرجال عم يلعب لعبة وسخة. بس لتخلص هالخطبة، وقتها أنا رح ورجيك كيف بيصير اللعب. رح أطلع لبرا لشم هوا نظيف. بس يا ابني، رح يلبسوا الخواتم هلأ. لا تقلقي، رح أرجع فوراً، ما بطول. ماشي. وين كنت حياتي؟ طلعت لبرا لشم شوية هوا. تفضلوا. مساء الخير، أهلين وسهلين. فكرت إنك ما رح تجي على حفلة الخطبة. ليش لحتى ما أجي؟ أنا وكنان رفقات من طفولتنا، ما بتركوا بهالمناسبة. معك حق، لا تتركي. بس أخذوا رفيقك منك، شفتي؟ هو جنب خطيبته هلأ. لكي إجت أختك. راجع. أخي أحمد، أهلين وسهلين. أهلين فيكي. هزال، عن جد المطعم تبعكم كتير حلو. شكراً إليك. إيه برو، خلينا نروح لعند كنان. إيه منروح. يلا. هذا أخي أحمد. أهلين وسهلين. أهلين فيكي.
شرفت بمعرفتك. وأنا؟ ألف مبروك. شكراً إلك. ألف مبروك أرماك. شكراً حبيبتي. ألف مبروك كينان. شكراً إيبا. الزواج هو من أهم وأغلى وأقدس الشركات، ويلي مفرحنا كتير بنتنا ارتبطت بشريك شركتنا وخطت أول خطوة بهالطريق مع إنسان منوثق بكلامه وقلبه. وأنا بصفتي أم بقول إن شاء الله بالخير والبركة وبتمنى لكم السعادة. ألف مبروك. شكراً لك. مبروك. شكراً. شرفتونا. مبروك. هاد لك هذا الخانم. هاي مصيبة. هاد دفتر مذكراتي. شو هالسخافة هاي؟ شو معناتها هالمسخرة؟ مين حط هالرسالة هون؟ طفوا الشاشة، يلا طفوها. أنا قلت لكم طفوا الشاشة. لك أنتوا ما عم تسمعوا؟ طفوا الشاشة. كيف؟ إن شاء الله تكون هالهدية عجبتكم كتير يا جماعة. شو قصدك بهالسخافة؟ ها؟ يلي كتبت هاي الرسالة اختي ناز توبراك، او مثل ما انتو الكل بتعرفوا اسمها ناز ديمير اوغلو يا جماعة، بس ما بعرف شو صار وهالرسالة ما وصلتني. جوزيف هورال ديمير اوغلو، يعني هو الرجال اللي قدامكم، كتبت لي انها كتير خايفة منه، وكتبت لي انه خايفة يأذيها او يساوي لها شيء. يعني حسب هالرسالة اللي من اختي، وباختصار يا جنان خانم، اجا الوقت لحتى نتحاسب يا آل ديمير اوغلو. اخي. اختي لا تخافي، ما في شيء بيخوف. شو يا سيد فوران؟ لما الموضوع يكون متعلق بإخواتنا ما بيضل في أي خوف، مو هيك؟ أنا بالنسبة إلي ما ضل أي شيء خوفني. إجا الوقت لحتى ينكشف كل شيء، وإنت هلأ رح توضح كل شيء وتقول وين أختي وتعترف باللي ساويته فيها.
عزيز نزل سلاحك، خلينا نحكي بهدوء، خلينا نحكي أنا وأنت لحالنا. بترجاك أرماك مريضة والتوتر مو منيح لصحتها، خليهم يروحوا من هون ونحن بنحكي. ما في أي حدا رح يطلع من هون، طالما ما شفقتوا على أختي أنا ما رح أشفق على أي حدا. هلأ مو وقت خال عزيز. لا تتدخل كنان، هذا الموضوع لازم ينتهي هون. ما في شيء ممكن ينتهي بهي الطريقة. اسمع أنت عزيز، بكفي بقى، شو مفكر حالك عم تساوي؟ ما حدا بيقدر يوقفني بعد هلأ. كنان مشان الله ساوي شيء. يلا لشوف، يا أما أقول أو هلأ أنا رح فجر لك رأسك. خال عزيز بترجاك وقف، نزل سلاحك، إذا صار شيء لأرماك بتتحمل الذنب. نزل سلاحك وروح أحكي أنت وفوراً بلا عناد. الموضوع رح ينتهي هلأ كنان، رح أعطيك مهلة 5 ثواني، يا بتحكي هلأ يا بأوصك برأسك. عزيز 5. مشان الله ترك هالسلاح ولا تساوي شيء. هالموضوع رح ينتهي هلأ. 4. بترجاك اسمعني ولا تعملها. عزيز بترجاك لا تعملها، فورال ما إله ذنب. عزيز عزيز الله يخليك اهدى، نحن ما عملنا شيء، اختك تركتنا كلياتنا، راحت وما عطتنا خبر. 3. اذا بدك قوصني الي بس اترك فورال. 2. واذا كان في حدا مثلي. عزيز نزل السلاح بسرعه. يا ولد خليك عاقل، نزل سلاحك. نزل سلاحك يا انجل، يلا نزل سلاحك بعد والا بقوصه. واحد، انتهى وقتك يا فورال. سويت النسخة عن المفتاح؟ ها؟ كنت رح أنسى؟ الخزنة بالغرفة بآخر ممر على اليسار. ماشي. تعالي فورال كتير رح ينبسط بشوفتك. بتمنى. أنا رح أطلع، بيسكروا الشركة بعد ساعة من هلأ، اليوم خطبة أرماك، استني هون بعدين بتطلعي. إذا في شي متعلق بناز فهو بالخزنة. نزل سلاحك وقال للرصاصة الثانية رح تكون براسك مو بالهواء.
أنا بترجعكم لو سمحتوا يلا اتركوا الأسلحة لا تساووا هيك. عزيز خلي أرماك تروح لو سمحت. ما حدا رح يطلع من هالمكان. ما عندك ولا شغلة غير تهددني، بس شاطر تخوف عائلتي وتزعجها. بس أنا وإنت منعرف إنك ما بتقدر تضغط على الزناد. ماشي لك أنا. أنت اللي بدك. بكفي بقى. هازال أمي لا تحكي ولا تتدخلي. أنت شو بدك كمان؟ يلا احكي شو همك. همي أختي يا بنتي الحلوة. طبعا إذا ما عندك مانع هلأ بعدي من بيناتنا، خليني صفي حسابي مع فورال، ما إلي شغل معك. ما رح بعده، هو زوجي. مبين إنك بتعود تحل مشاكلك بالأسلحة والتهديد. مفكر إنك بتقدر تخوف الكل بالأسلحة وعم تحمل الكل المسؤولية. إذا شاكك إنه أختك مو منيحة روح اشتكي للشرطة، وبالمحكمة بتقول شو مشكلتك، مو بحفلة خطبة. فهمان؟ كيف بتحمل سلاحك وبتهدد بالحفلة؟ تعرف شو فهمت من الرسالة؟ في أخطرك أخته، أخطرك أخته لحالة. بدل ما تفضي حقدك على الناس روح واجه حالك. والحقيقة أنت اللي تركتها يا عزيز توبراك، لازم تواجه هاي الحقيقة. لا تخافي لأنه عزيز توبراك جبان وما بيقدر يساوي هيك شي أبداً. أنا بتشكرك حبيبتي، أنا ممنونتك يا هزال. تسلميلي يا بنتي. بتشكرك على اللي ساويتي هزال. خلص لا تخافي، ما عاد في شي هلأ. أنت منيحة حبيبتي؟ أنا رح روح وأحكي مع عزيز وحاسبه على اللي سوا. لا تاكلي هم، ما عاد يتكرر هالشي، وأنا أكيد رح أعوض لك هالليلة. هلأ ارتاحي شوي، امشي أحمد. أنت منيحة؟